يسولف عن بنته قاعده يمه. قال علي من تبشي؟ قالت لي قال هي يقول قاعده يمي بنته وتبشي. قلت لها بابا علي من تبشي؟ قالت تبكي على الحسين. شفت اطفالنا مرات يحب. قالت ابكي على الحسين. ايه قلت لا تبكي ان شاء الله ابو صالح صاحب الزمان ياخذ ثار. يقول من لا شعور يا سيدة. قالت وين ابو صالح؟ وين بيته؟ يقول قلت له ما عنده بيت. يقول انا قلتها بلا دمعه ولا عبره. قلت ما عنده بيت. يقول هاي البنيه من قلت له ما عنده بيت. البنيه على شوف الفتره اذا لو عندنا فترتنا. يقول البنيه بدت تبكي بنتي تصرخ تصرخ بالليل. ها بابا؟ قالت بابا ليش ما عنده بيت؟ يقولون ما عندك وطن. احنا واقعا لو صرق عندنا شويه ها لو واحد شويه يتخلص من ذني ويتحسس بامام الزمان سيد القلب يقوني. سيبكم قصه انا هسه اليوم فقط لو توقفنا فقط على الوجوه هذا شويه مهم مع الادله والروايات. ان شاء الله غدا اكمل لماذا نتكلم عن دعاء الفرج واهميته ان شاء الله كمل. هسه دمعت الشباب وسبحان الله اجتي سيد القلبيقاني رحمة الله عليه سيد محمد رضا القلبيقاني. سيد محمد رضا قالوا له أكو فد واحد شايف صاحب الزمان بمشهد هو بقم. يقول توجه السيد محمد رضا مرجع. يقول توجه من قم إلى تدرون أنتم مش قد مسافة 1000 كيلو تقريبا. يقول ذهب إلى مشهد ليرى من رأى إمام الزمان. احنا هم سمعنا بهيجي سمعنا بواحد شايف صاحب الزمان ورحنا بس نشوفه مثلا. طب ما الدجل ما نريد دجل ودعاوى فارغه. طبعا اكبر حجه اخواني خلوها ان شاء الله اتكلم عنها فيما بعد بس السكه اشاره. اكبر حجه الانسان اللي يرى صاحب الزمان كون حجيه الدين موجود عنده. يعني مو يتكلم في اشياء خارجه عن الدين. دين ماكو صلاة هذا كذاب دجال. هذا حجية الدين فوق كل شيء. هذا بعدين أفصله بس إن شاء الله. سيد محمد رضي يقول رحت لي سلام عليكم وعليكم السلام. هو من خدام صحن الرضوي رزقنا الله وإياكم. قلنا له يقول قلت له مولانا أنت شايف صاحب الزمان؟ قال لي نعم. قلت له أذكرني. قال لا أنا ما مأذون أذكر. يقول السيد محمد رضي القلبي قاني المرجع قال لي تقلد من أنت؟ قال له أنا أقلدك. قال له أنا أمرك الآن أن تذكر لي ولو إجمالا لا تفصيلا. يقول بكى. أجمل ما في صاحب الزمان أنه فرحتك دمعة إذا شفته. قلت له شنو أمرك؟ قال أنا فد يوم ألم صار بضرسي ورحت أعالج فقلع أحد الأطباء قلعة. من قلعة صابني ألم كلش قوي ما استطعت أن أقف على هذا الألم ليل مع نهار عليه حتى ما أقدر أتكلم. بعدين مراجعات الدكتور ثاني ثالث رابع ماكو فايدة. فقدت الكلام مالي كلام ما أقدر أتكلم. يعني سواء واحد إنسان متعود يقرأ متعود يناغي ناجي يقرأ شعر شلون إذا ما يقدر يقرأ؟ ترى ما نحس بهاي النعمة. سلو إنسان رادود خطيب شاعر سلو شاعر وإيد مثل صابيعة صعب أخوان. فهذا يقول أنا إجا دكتور من ألمانيا قدير إيراني مشهد. يقول رحت لي نظر لي وقال لي أرجع إن شاء الله خير. يقول بعدين راحت زوجتي اسمها شمس الدين أو كذا سألت قالت لي دكتور نشيل الأخبار. قال لها هذا بقلع الضرس قلع فد رباط او فد عرق او فد وتر قطع بي ويا الصوت. فهذا اكبر عمليه ما تفيده بعد فقد الصوت. يقول انا بقيت هالفتره اذا اريد اتكلم ويا الناس بورقه اذا اريد اطلب فشي بورقه. يقول فاجت زوجتي منزعجه مهمومه مغرورقه العينين اشرت لها ما جابت دكتبت لها قسم اقسم عليك بامام الرضا شنو الخبر؟ يقول من قلت لها هذا الخبر انهارت. قالت لي انت اي علاج ما لك لان انقطع الوتر الصوتي ويلعب. يقول ذهبت الى طهران
بمسجد جاي يصلي في يوم من الأيام وأبكي. جلس يمي مؤمن من بسرعة على رجال مؤمن من المؤمنين يقول جلس يمي. قال لي أنت على ما تبكي؟ يقول ذكرت لك قضيتي بالكتابة. قال لي أريدك يلا تضيف لي من البيت. رحت وياه أكتب له ويجي يحكي وياي. قال لي أنت عندك مسجد جمكران عندنا إمام الزمان وتقول ما يستطيع أحد أن يرجع صوتي. قال له شو أسوي؟ قال له كل ليلة أربعاء تعال من مشهد روح ألف كيلو مو 500 عن مسجد سهل. شقد احنا تقريبا 450 مدري 500 أقل. شوف قال لي يقول أخذت عهدا على نفسي إن كل ليلة ثنياً أطلع بالطيارة أنزل هناك أبقى ليلة الأربعاء وارجع ثلاثة ليلة الأربعاء وارجع. إذا ما حصل الطيارة بسيارة. يقول هاي ليلة من الليالي يقول هو يجلس في قلبه قال يتكلم بصوته هو. قال سيدنا أنا عندي نذر أن هذا النذر أقدم الصاحب الزمان سواء شفيت أو لم أشفى أراه أو لم أراه أنا هذا نذر بعد. يقول أنا أسجد وأقرأ الدعاء دعاء الفرج أقرأ القرآن دعاء. يقول ليلة السادس والثلاثين وإذا بالإمام دخل المسجد نور. يقول الناس صح اجى صاحب اجى ابو صالح اجى صاحب الزمان. يقول انا ساجد قلت اقطع النذر مالي واشوفه واحصل على رؤيته لو كمل النذر. اقطع النذر مالي واروح اطلب منه الشفاء لو اكمل. يقول قلت لا انا ما دام نذرت اليه لا فشل اقطعه كملت. يقول كملت واذا خلصت والإمام بعده يصلي بجنبي كل نور يصلي. يقول جلست أنظر له أشوفه ما علي. يقول لحظات الإمام خلص التفت لي يقول بقلبي حاجيته وين بقلبه حاجة من عندكم. يقول إيش قلت له بقلبي؟ قلت له السلام عليكم بس بقلبي. يقول الإمام قال عليك السلام لم لا تتكلم بصوت عالي. يقول بقلبي قلت له ما أقدر أنا ما بي حظ أنا ما أقدر. يقول الإمام قال تكلم بصوت عالي. يقول أنا الإمام ينظر لي وأنا أنظر له. يقول قلت إذا الإمام قال لي إذا لا بد أقول. أنا يقول قلت بصوت عالي السلام عليك يا صاحب الغربة الطويلة. يقول بهذه الأثناء شويها هذه الحكاية أنا كل شاهدي على الصدق البيقاني. يقول الصدق البيقاني بكى قال له رأته عيناك؟ قال له اي والله وغاب عني. يقول هذا اللي قبال المرجع قبال السيد قال له سيدنا انا شفاني صاحب زمان خلي قبل ايدك. يقول السيد البيقاني قال لي لا. قلت له ليش؟ قال له انا المرجع ارد اقبل عينيك التي رأت امام الزمان لان عيونك. يقول فالامام السيد البيقاني بدأ يبوس عين هاي السلام عليك ايتها العين.